بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله، بارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من مكة المكرمة، وباعثها المستمع أبو جهاد. أبو جهاد له عدد من القضايا، في إحداها يقول: كيف أجمع أو كيف نجمع بين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم ومات ولم يترك من هذه الدنيا إلا بغلة وسباحة وشيئا من شعير كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكثير من الأحاديث التي تحث على التقلب من هذه الدنيا، وتتحدث أيضا عن فضل الزهد فيها، لأن مال الإنسان الحقيقي هو ما قدم لنفسه في الآخرة. كيف نجمع بين هذا كله وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة: إنك انتظر ورثتك أهلنا خير لك من انتظرهم عارة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نرجو أن تجمعوا لما بين هذا وذاك، جزاكم الله خيرا، كما نرجي كمال البيان في هذه المسألة، والله يرعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الزهد في الدنيا ليس معناه أن الإنسان يعطل الأسباب ويترك الكسب الحلال، وإنما معناه أن الإنسان يتجنب الحرام والمكاسب المحرمة ويقتصر على ما أحل الله سبحانه وتعالى. أما ليس معنى جمع المال وتنمية المال أن الإنسان يكدسه عنده، بل معناه أن الإنسان ينفق منه، ينفق منه في وجوه الخير ويقدم لنفسه، ويكون إنفاقه فيما ينفعه وينفع المسلمين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصلاة والسلام يجمع المال، وإنما كان ينفق ما جاءه في سبيل الله عز وجل، في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والترغيب في الإسلام. فهذا هو معنى الزهد في الدنيا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الاقتصار على ما أحل الله من المكاسب، الابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى، والإنفاق في سبيل الله عز وجل. إن الإنفاق في سبيل الله أن ينفق الإنسان على أولاده، وأن يترك لهم من المال ما يكفيهم من بعده، ولا سيما إذا كانوا قصارا، فإن هذا من الإنفاق في سبيل الله ويجر عليه الإنسان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك يعني نشرنا إلى هذا، وقلنا إن هذا يدخل في الإنفاق في سبيل الله، فإذا ترك لهم ما يغنيهم عن الناس، لا سيما إذا كانوا قصارا أو مرضى، فإن هذا من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كنت في سفر وبقي على البلد الذي أريد الذهاب إليه مسافة قليلة، فهل أصلي الظهر والعصر قصرا وجمع جمع تقديم، علما بأنه لم يحن وقت العصر، وممكن أن أصل العصر أن أصلي العصر حاضرا في البلد الذي أريد الوصول إليه، هل يجوز هذا الأمر أو لا؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، جمع تقديم وجمع تأخير. فإذا كان قادما إلى بلد ويعلم أنه
أو يغلب على ظنه أنه سيصل إليه في وقت الثانية، فالأولى أن يصلي الصلاة الحاضرة في الطريق في وقتها، ويؤخر الصلاة المستقبلة ويصليها في البلد إذا وصل. هذا هو الأفضل. وإن جمع بينهما جمع تقديم فهذا جائز له أيضا، لأنه لا يدري ما يعرض له، ربما يتعطل في الطريق، ربما يعرض له وإن كان قريبا من البلد، فيكون في جمعه بين الصلاتين تيسير عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم نتف الحاجب للرجل؟ وهل حديث النامسة يشمل الرجال أيضا؟ جزاكم الله خيرا. ما يجوز للرجل أن ينتف الحاجب، لأنه تشويه وتمثيل، تمثيل بالشعر وتشويه للوجه، والله جعل الحاجبين جمالا للوجه ومنفعة للإنسان، وفي جزء في حلقهما أو نتفهما تشويه للوجه، لكن النص إنما ورد في النساء. لعن الله اللامسة والمتلمسة، لأنه يغلب عليهن هذا العمل، هذا من باب الغالب، لأن هذا في الغالب أنهم عمل النساء يقصدن التجمل به، مع أنه تشويه وليس بتجمل. وإذا فعله الرجل فإنه لا يجوز له هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثوني عن الدعوة إلى الله والسفر من أجلها إلى بلدان كثيرة، وباختصار هل الدعوة إلى الله فرض عين أو فرض كفاية أو أنها سنة؟ جزاكم الله خيرا. الدعوة إلى الله واجبة على المسلمين، واجبة على الكفاية، وقام بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقين، وبقي في حقهم سنة لمن يقدر عليه، يقدر عليه علميا، وأن يكون عنده علم يدعو الناس به إلى الله عز وجل ويبصرهم به، وأن يكون قادرا أيضا ماديا وجسميا. فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، وهي عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى الله، وعمل المسلمين انتهزت هذه الأمة، كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة لها أحكام ولها ضوابط لابد من توفرها، أهمها كما ذكرنا العلم، يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، قادرا على إزالة الشبهات التي يجادل بها أهل الباطل. هذا أهم شروط الدعوة. من هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أدعو إلى ربك بالحكمة، والحكمة معناها العلم، وضع الأشياء في مواضعها. الذي ليس عنده علم لا يستطيع وضع الأشياء في مواضعها. يبدأ بالدعوة في أقرب الناس إليه، في أهل بيته، في جيرانه وأهل بلده، قبل البلدان الأخرى. فإذا كان عنده مقدرة على الأسفار وعلى ما حوله، فإنه أيضا يقوم بما يستطيع من ذلك، لكن الأولى البداء بالأقرب فالأقرب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بعض الدول في العالم وفي بعض قراها وهجرها أيضا لم يعلموا شيئا عن الإسلام، ولم يعرفوه حق المعرفة، ولم يسمعوا عنه كما ينبغي، ما حكم من مات منهم على غير ملة الإسلام؟ إذا كان هذا الإنسان لم يسمع عن الإسلام شيئا أبدا، منقطع عن العالم، لم يبلغه شيء، هذا يعتبر من أهل الفترة، يعتبر من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، أهل الفترة ألف العلماء فيهم. أصح الأقوال والله أعلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يدعون إلى الله يوم القيامة، فمن استجاب منهم دخل الجنة، ومن أبى دخل النار. ولكن كل هذا الإنسان أو هؤلاء الناس منقطعون لم يبلغهم شيء، هذا من أندر النادر، لا سيما في هذا الزمان الذي تطورت فيه وسائل الاتصال ووسائل النشر ووسائل الإعلام التي تبلغ المشارق والمغارب عبر الأجواء عبر الأثير. والله الحكمة في ذلك لتقوم الحجة على العباد، لا يعتبر أحد ويقول أنا لم أسمع شيئا. الغالب على العالم أنهم يبلغهم الآن صوت الإسلام في كل مكان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من سوريا رمضت باسمها بالحروف نون عين، تقول: أعمل في ثانوية للبنات، وفي النظام إذا ولدت الموظفة أو المدرسة أو الموجهة أثناء السنة الدراسية تمنح إجازة أمومة مدتها شهران ونصف، وتتقاضى راتبها كاملا عن هذه الفترة، وتقول عن نفسها: أنا ولدت أثناء العطلة الصيفية، ولم أسجل الولادة حتى تاريخ بدء العام الدراسي
التالي لكي أمنح هذه الإجازة حتى يكبر المولود، ومنحت إجازة لمدة شهرين لقاء ذلك. والسؤال: هل ما تقاضيته من الراتب الشهرين المذكورين حلالا أم حرام؟ وإذا كان حراما فماذا أفعل، مع العلم أنني في أمس الحاجة لهذا المال؟ أو حدثوني أيضا، هل لا يحق لي أخذ إجازة بدون مرتب إذا لم أفعل ما فعلته؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة يرجع فيها إلى النظام، الرئاسة تعليم البنات. إن كان هذا العمل مخالفا للنظام فهو لا يحل ولا يجوز، أما إذا كان يتمشى مع النظام فلا بأس به. رئاسة تعليم البنات في المملكة أو في غيرها يحفظكم الله؟ إذا كان السؤال من مصر المملكة، السؤال من سوريا يحفظكم الله، يرجع إلى نظامهم. طيب، ما كان يوافق النظام فلا بأس به، ما كان يخالف فإنه لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، الاحتيال لا يجوز، الاحتيال والكذب لا يجوز في دين الإسلام. طيب، جزاكم الله خيرا. تسأل يحفظكم الله عن حكم المزروعات التي تسقى بماء المجاري، وهل يجوز أكلها أو إطعامها للحيوانات أو الانتفاع بلبن ولحوم هذه الحيوانات أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه المياه قد عولجت ونقيت وذهب ما فيها من النجاسة فلا بأس بذلك، أما إذا كانت باقية على نجاستها وتلوثها فإنه لا يجوز أكل ما سقي بها، أكل الثمر الذي سقي بها أو شرب اللبن الذي يشرب الحيوان من هذه المياه النجسة، يعني مثل الجلالة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها. الحاصل أن هذا إن كانت هذه المياه مياه المجاري قد نقيت وعولجت بما يزيل عنها الأذى والنجاسة وأصبحت كما كانت في الأول، ليس فيها طعم النجاسة ولا ريحها ولا لونها، فإنه لا بأس باستعمالها وأكل الثمر الذي سقي منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: محمد مصطفى محمد، يقول: أنني مقيم في جدة وأعمل بها، وقد سعيت للحصول على تأشيرة استقدام لزوجتي بمصر، وتفضلت السلطات مشكورة بمنح هذه التأشيرة، والهدف الأساسي لهذه التأشيرة هو تمكينها من أداء فريضة الحج ثم العودة إلى مصر بإذن الله. أرجو من فضيلتكم توضيح ما يلي: هل يمكن أن تأتي إلى جدة وتقيم معي أسبوعا بجدة أو أكثر ثم تقوم بالحج مفردة وأنا معها ونحرم من جدة، أم لا يجوز ذلك؟ وأن من الأفضل أن تحرم من الميقات قبل دخول جدة طبعا، ثم تتوجه إلى مكة لأداء العمرة ثم تتحلل ويكون بذلك حجها تمتعا، وفي هذه الحالة طبعا لا بد أن أكون معها، فهل يلزمني أن أحرم لأداء عمرة معها أم يجوز أن أصطحبها في أداء مناسك العمرة دون إحرام ويكون حجها تمتعا وحجي أنا مفرد بإذن الله، وذلك لعدم توفر المبالغ الكافية للهدي اللازم لنا جميعا في حالة حج التمتع؟ جزاكم الله خيرا. يجوز لها الأمران. ما شاء الله. الأمر الأول أن تقدم إلى جدة بدون إحرام، تبقى في جدة، فإذا جاء وقت الحج تذهب بها إلى الميقات التي مرت به في طريقها من مصر، وهو مثلا الجحفة، ترجع بها إلى الجحفة، إذا كانت جاءت عن طريق الطيران المصري ترجع بها إلى الجحفة تحرم منها، لأن الجحفة هي ميقات أهل مصر وأهل المغرب وأهل الشام ومن جاء عن طريقها، فتحرم من الجحفة التي هي الآن يا شيخ صالح هي الجحفة، الآن اسمها الجحفة، وقد عمل فيها محلات للوضوء والاغتسال ونبلت للمحرمين في نفس الجحفة، في نفس الجحفة الحمد لله، وإن أحرم من رابه طيب فهذا يجزي عن رابه قبل الجحفة بقليل، طيب وإن أحرم من رابه أجزى هذا، طيب وإن أحرم من الجحفة فهي الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنها لا تحرم من جد، طيب يعني قادمة من مصر بنية الحج، طيب فترجع إلى الميقات وتحرم منه، هذه واحدة. طيب الثانية: يجوز لها أن تحرم حال قدومها من الميقات بعمرة، نعم، وأن تؤدي العمرة ثم ترجع وتقيم في جدة، فإذا جاء الحج تحرم بالحج، إذا كانت هذه العمرة في أشهر الحج يعني بعد عيد الفطر، نعم، بعد عيد الفطر فإنها تكون متمتعة، يكون عليها فدية التمتع، طيب هذا بالنسبة لها. طيب وأما أنت يجوز أن تحرم معها بعمرة وتعتمر معها وتكون متمتعا مثلها، ويجوز
أن تذهب معها وتحرم من الميقات وأنت لا تحرم، وإنما تحرم إذا جاء الحج وتكون محرما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما لو غير هذا الميقات شفاله وذهب إلى ميقات آخر، الحكم يكون واحد؟ لا بد من الميقات الذي مر له وتعدى يرجع إليه. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات تقول المرسلة من عين تسأل وتقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما، لم أصم رمضان أبدا بسبب أني كنت راعية للغنم في الأماكن البعيدة، وتبعا لظروف المناخ والحر الشديد والظمأ والجوع، فهل علي الآن أن أصوم؟ وإن كان فماذا أفعل بالسنوات الماضية؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، علما بأن السنين التي لم أصمها كثيرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هذا الإفطار في أشهر رمضان بعد البلوغ فإنه لا بد من القضاء، لا بد من قضاء الرمضانات التي أفطرتها السائلة مع التوبة والاستغفار وإطعام مسكين عن كل يوم عن كفارة عن التأخير، لا بد من ذلك. تصوم الأشهر التي تركتها أولا بأول ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك. أما إذا كانت قبل البلوغ ليس عليها صيام، لأن الصيام إنما يجب بالبلوغ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إن أبي وضع مصلا قديما لأنه لا يوجد حين ذاك مسجد يصلي فيه الناس، وعندما بنت الحكومة جزاه الله خيرا عندما بنت لنا مسجدا ووضعوا فيه إماما وهو من جيراننا، أبي لا يطيق ذلك الإمام، وهو لا يصلي مع جماعته في هذا المسجد، بل يصلي هو وأولاده في المصلى القديم، علما بأن والدي يضيف الضيوف في ذلك المصلى في الليل، فهل تجوز صلاتهم في هذا المصلى أم يجب عليه أن يصلي مع جماعة في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه هو وأولاده وضيوفه أن يصلوا في المسجد القريب منه، ولا يجوز لهم الانفصال والانقسام عن المسلمين، يجب عليه أن يصلي هو وأولاده وضيوفه في المسجد القريب منه، ولا يساوون إلا ذلك، لأن الجماعة فيما كثرت كل هو أفضل، وأيضا التفرق بين الجماعة الأمر لا يجوز، وكراهيته للإمام إذا كانت كراهية نفسية شخصية لأمور شخصية هذا لا يبيح له الانفراد عن الجماعة والانفصال عن الجماعة. أما إذا كان يكرهه لدينه لأنه يرتكب أمورا تخل بإمامته هذا لابد من البحث في شأنه مع ولاة الأمور، يعني يرفع بشأنه إلى ولاة الأمور ليستبدلوه بمن هو أصلح منه بالإمامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إحدى جاراتنا متشاجرة مع أمي، وأمي لا تزورها حتى في العيد، فهل عليها إثم في ذلك؟ نرجو أن تحدثونا أيضا عن الجوار وعن أحكامه. جزاكم الله خيرا. الجار له حق حتى ولو كان كافرا، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى، والى قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب ذي الجنب وابن السبيل. الجار له حق ان كان مسلما لا رحم، فان له حقين: حق الجوار، له ثلاثه حقوق: حق الجوار، حق الإسلام، وحق القرابة. وإن كان جارا مسلما وليس من ذوي الأرحام فإن له حقين: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان جارا كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره. في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار له حق عظيم، وعلى والدتك أن تتوب إلى الله وأن تزور جيرانها وأن تحسن الجوار معهم، لأن لهم حقا عليها. أما في النفوس من الحزازات والأمور الشخصية لا تسقط حقوق الجيران. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هذا الرجل لا يصلي مع جماعته وزوجته متخاصمة مع جيرانها، لعل لكم كلمة لهذا الرجل. واجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وواجب على زوجته التوبة إلى الله والإصلاح مع جيرانها وإزالة الشحنة والبغضاء فيما بينهم، وعلى الاثنين أن يتوب إلى الله. على الزوج أن يتوب إلى الله ويصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، ومن تركها فقد ترك واجبا عظيما، اتصف بصفات المنافقين
وعلى الزوجة أن تصلح فيما بينها وبين جيرانها، وأن تؤدي حقوق الجيران التي أمر الله جل وعلا بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقائنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.